مع دخول القانون الأمريكي 2297 المتعلق بحظر التعامل مع حزب الله وتجفيف مصادره المالية حيز التنفيذ، يسود ترقب مصرفي في لبنان. فالقانون الذي يطالب بإقفال حسابات مصرفية ل91 شخصا ومؤسسة تتعامل أو تنتمي إلى حزب الله وعلى رأسهم حسن نصر الله أمين عام الحزب، يفرض على المصارف اللبنانية الالتزام التام بجميع مندرجاته. مسؤولون مصرفيون يؤكدون تعاطي لبنان الإيجابي مع القرار، مشددين على أن الحكومة اللبنانية تعمل جاهدة مع الإدارة الأمريكية على مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. المصرف اللبنان طلع التعميم التي تؤكد على كل مصرف عامل في لبنان سواء كان أجنبي أو محلي أو على فرع لمصارف أجنبية أن يتقيد بتعليمات وقوانين البلد اللي بيتعامل بالعملة فيه. أنت بما أنه بتتعاطى بالكورسبوندنت بانكينج كمراسل مع بنوك مراسلة في أمريكا، أنت بدك تطبق كل القوانين اللي هي بتصدر بأمريكا وتتعلق بالتعامل بعملتها. ما في يكون عندك كورسبوندنت بانكينج وانت ما تطبق القوانين تبعها. من جهة أخرى يؤكد خبراء اقتصاديون أن لا تأثيرات سلبية للقرار الأمريكي على القطاع المصرفي والمالي اللبناني، باعتبار أن العقوبات واللوائح المدرجة تستهدف بالدرجة الأولى المتعاملين مع حزب الله. القانون الأخير للإدارة الأمريكية بقانون الأول 2015 ومراسيم التطبيقية حاليا أنه مفعيلة محدودة جدا، والدليل على ذلك أنه كان في وفد بالقطاع المصرفي اللبناني حاليا بنيويورك وحكي مع المسؤولين بهالموضوع وأخذ تطمينات أنه لبنان يطبق حرفيا جميع التعاميم والتشريعات الدولية وخاصة الأمريكية فيما يتعلق بحزب الله أو فيما يتعلق بتمويل الإرهاب أو فيما يتعلق بتبييض الأموال. ووسط تحذيرات للمصارف من مغبة التفافها على القانون بمواصلة التعامل مع حسابات مصرفية تابعة لحزب الله بغير الدولار الأمريكي، يؤكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن القطاع المصرفي اللبناني ملتزم بتنفيذ المراسيم التطبيقية، ومن المتوقع أن يصدر سلامة خلال أيام قليلة تعميما على المصارف اللبنانية في هذا الإطار. ومع تأكيد لبنان التزامه القانون الأمريكي، يتوقع أن يزور مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر بيروت خلال الأسبوعين المقبلين، وفي جعبته ملف عن تفاصيل المراسيم التطبيقية المتعلقة بهذا القانون. ووفق المعلومات فإن الحسابات المصرفية التي طالبت واشنطن بإقفالها ستطول وستضاف إليها أسماء جديدة في الفترة اللاحقة. سلمان العنداري، سكاي نيوز عربية، بيروت.